حضراتكم وتقرير لاحتفال بيوم البيئة العالمي تحت شعار التلوث البلاستيكي، دحر التلوث البلاستيكي، وللزميل محمد همام محافظة إلبي. بدأ فرع جهاز شؤون البيئة بقنا احتفالاته بيوم البيئة العالمي 50، والذي يأتي الاحتفال به هذا العام تحت شعار دحر التلوث البلاستيكي، من خلال حملة توعية بيئية موسعة أطلقها من داخل مجمع إعلام قنا بمشاركة فرع المجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني لنشر الوعي البيئي في الحد من البلاستيك وتأثيره السلبي على الحياة البرية والبحرية وعلى صحة الإنسان، حيث تم التأكيد على أهمية التصدي لتلك المشكلة باستخدام بدائل صديقة للبيئة مثل الورق والزجاج والخشب والمعدن، وأهمية دعم الشركات والمؤسسات التي تعمل على تقليل هذا التلوث، مع رفع الوعي لدى المواطنين بمخاطر استخدام المنتجات البلاستيكية. النهارده كان عندنا الاحتفال باليوم الاعلامي للبيئه تحت شعار الحد من التلوث البلاستيكي. النهارده اهم ما في الندوه والاحتفاليه دي ان احنا عملنا شراكه وتعاون بين المؤسسات والهيئات الحكوميه المختلفه مع منظمات المجتمع المدني. معانا كان المجلس القومي للمراه، معانا جهاز شؤون البيئه، معانا العديد من منظمات المجتمع المدني، تهدف جميعا الى التوعيه في القضايا البيئيه وتعريفهم بمخاطر التلوث البلاستيكي على الانسان وعلى البيئه وكيفيه وايجاد الحلول اللي احنا بنحاول بيها نحل التلوث البلاستيكي كمان تلوث البيئة. ندوة النهاردة شملت العديد من الأفكار والتوصيات للحد من التلوث البلاستيكي، كمان شملت العديد من المبادرات، كل جمعية عرفت عن الأعمال اللي بتعملها من تدوير مخلفات، من إعادة تدوير لبعض الأقمشة، من إزاي بيعلموا الشباب والنشأ تدوير المخلفات دي. مش كان الاهتمام بس بالموجود عندهم، لا، الاهتمام بالنشأ والاهتمام بالمرأة إن هي يكون عندها وعي ومعرفة بإزاي الحد من استخدام البلاستيك للتقليل من تلوث البيئة. وخلال الندوة عرضت العديد من مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة قنا نماذج نجاح في إعادة تدوير المخلفات، والتي نفذت معرضا بيئيا خلال الاحتفال بيوم البيئة العالمي. النهاردة الاحتفال كان عبارة عن لقاءات توعوية داخل وبالإضافة إلى معرض للمنتجات. احنا كجمعية عرضنا إنجازات الجمعية في مجال البيئة والخدمات اللي قدمت في معرض من منتجات الشباب والفتيات عندنا المتطوعين في الجمعية، بعد ما عملنا ندوات توعية عن الحفاظ على البيئة وكيفية التخلص الآمن من القمامة وخاصة البلاستيك. كانت في دعوة مننا وجهت للشباب والسيدات اللي هيشتغل في إعادة تدوير البلاستيك والأقمشة هيبقى ليه مكافأة وليه جائزة من الجمعية بتاعتنا إن شاء الله. فبالتالي في عدد كبير من الشباب والفتيات والسيدات قدموا لنا منتجات واحنا جبناها النهارده نعرضها في المعرض بتاعنا في الاحتفال بيوم البيئة العالمي. من محافظة قنا محمد همام.